وهذا سائل يقول: ما الرد على الذين يلتزمون على جدر الكعبة ويستدلون على ذلك بقول الصحابي معاوية رضي الله عنه قوله إنه ليس من البيت شيء مهجور؟ يا سبحان الله، ما كملوا الأثر، أخذوا اللي يصلح لهم وتركوا اللي ما يصلح لهم. معاوية رضي الله عنه كان يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت. رجع عن هذا، معاوية رجع عن هذا وقال: صدقت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.